تتابعونا في الأخير، قصف روسي على كييف. السلطات الأوكرانية تقول إنه استهدف مبنى سكنيا، وموسكو تقول إنه استهدف مصنعا للأسلحة. قمة السبعة الكبار في ألمانيا تعلن عن مشاريع بمئات المليارات من الدولارات للبنى التحتية في الدول النامية. وفي المغاربية تتابعون الرباط تعلن عن إحباط محاولة جديدة لاقتحام مهاجرين أفارقة لمدينة ليبيا المحتلة. تتابعون الأخير الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش، 11:00 بتوقيت القدس. تتابعون أيضا على بثنا المباشر على اليوتيوب.